هاي التنظيم، هاي السيت اب رائع. الشباب اللي شغالين في المهرجان ما شاء الله عليهم، هايلين مبشرين متحمسين، حابين المهرجان حابين الافلام. انا شايفه ان في مجهود السنه دي حلو جدا، كفايه عدد الافلام اللي موجود 163 فيلم، ده عدد كبير جدا في مهرجان 9 ايام، ده عدد كبير جدا. بصي انا بحاول اشوف فيلم او فيلمين في اليوم على حسب، يعني على حسب الظروف. امبارح شفت الفيلم السعودي، مخرجة هايلة، تصوير رائع، إضاءة حلوة، كادراج حلو، عينك شايفة حاجة حلوة، تابلوهات طول الوقت، حقيقة المخرجة شاطرة جدا. الفيلم تونسي رائع من كل النواحي بقى، تمثيل وإخراجه وسكريبت وإحساسه وإيقاعه وكل حاجة. المسؤولة أنا اللي دافع الفلوس دي كلها الحمد لله، كل فلوسي رايحة على اللبس والشنط والجزم والحاجات. لا معايا ستايلست ياسمين علي الدين، هي اللي منسقه بقى الجزمه مع الشنطه، هي اللي عامله الشغل ده. النهارده محمد صغير، صالون محمد صغير، ميك اب وشعر، والفستان اليزابيث فرانكي، والجزمه لابوتان، والشنطه ميوميو. الانسه فرح ومملكه ابليس ان شاء الله هيتعرضوا شهر 1 باذن الله. مملكه ابليس الاول هينزل على شاهد وبعد كده ينزل على قناه الارضيه.